سلطة الأرز الملونة. ملعقتين كبار عصير ليمون، ربع ملعقة صغيرة ثوم مفروم، كاسة مايونيز، 4 ملاعق كبار زيت زيتون، كاستين وربع ماء مغلي، كاسة ونص من أرز الوليمة منقوع في ماء دافئ ومملح لمدة نصف ساعة، حبة جزر متوسطة مطبوخة ومقطعة، حبة بطاطا متوسطة مطبوخة ومقطعة، نصف كاسة بنجر معلب مصفى، نصف كاسة ذرة معلبة مصفى، ملعقتين صغار خردل، ملعقة صغيرة أوريغانو مجفف، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون، ملعقة صغيرة ملح حسب الرغبة. في قدر متوسط الحجم نحط الماء المغلي، ملعقتين زيت زيتون والملح. نصفي أرز الوليمة المنقوع وبعدين نحطه في القدر. نخلي أرز الوليمة يغلي لمدة 5 دقائق على نار عالية. نغطي القدر ونتركه على نار هادية لمدة 15 أو 20 دقيقة لما ينضج. في صحن نحط ملعقتين زيت زيتون، المايونيز، الفلفل الأسود، الثوم، الملح، الأوريغانو المجفف، عصير الليمون، والخردل، ونقلب. نقسم صلصة المايونيز على 4 صحون. في أول صحن نحط الجزر على الخلطة ونقلب. في ثاني صحن نحط الذرة على الخلطة ونقلب. ونكرر نفس الشيء مع البنجر والبطاطا ونقلب. صحن عميق نوزع الخضار في القاع وجوانب الصحن حتى نغطيها تماما. نملأ الصحن بأرز الوليمة ونضغط عليه زين. نقلب السلطة في صحن التقديم. فنانة مرة مع أرز الوليمة.